فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. ولا كتبا، قالوا في رواية في المطبوعة من كتب ديننا. ولا كتبا من كتب، بلا شك أنه المقصود ما هو بالعموم الكتب، المقصود كتب النصرانية أو اليهودية من كتب التوراة المحرفة أو المنسوخة، وكتب والإنجيل المحرفة والمنسوخ، فإن الله جل وعلا أغنانا بالقرآن، فلا يجوز لنا أن نسمح بتداول نسخ التوراة والإنجيل في بلاد المسلمين، لأن هذا مشاركة للقرآن، يكون في هذا مشاركة للقرآن وإظهار لغير القرآن، مع أن الكتاب الموحد للعالم كله هو القرآن بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولما جاء عمر رضي الله عنه بأوراق من التوراة ليريها الرسول صلى الله عليه وسلم عجبته، وجاء بها ليقرأها الرسول صلى الله عليه وسلم أو ليقرأها عليه، غضب الرسول غضبا شديدا وقال صلى الله عليه وسلم: أمتهوكون يا ابن الخطاب، أمتهوكون يا ابن الخطاب، ألم آتي بها نقية؟ والله لو كان أخي عيسى حيا ما وسعه إلا اتباعي، لو كان أخي موسى، لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي، لأن الله أخذ الميثاق على النبيين إذا بعث محمد صلى الله عليه وسلم وأحد منهم حي أن يتبعوه، أن يتبعوه، وإذا أخذ الله ميثاق النبيين: لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم؟ قالوا أقررنا. قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري أي عهدي؟ قالوا أقررنا. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين، فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. الله جل وعلا أخذ عليهم العهد على أنبيائهم، ولذلك إذا نزل المسيح عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان إنما يتبع محمدا صلى الله عليه وسلم ويحكم بالقرآن وبشريعة الإسلام، فيكون تابعا للرسول صلى الله عليه وسلم، فلسنا بحاجة إلى أن ننشر التوراة أو الإنجيل أو كتب الأقدمين في بلاد المسلمين، لأن هذا يزاحم القرآن، وهذا أيضا منسوخ أو محرف فلا يجوز بقاؤه.